بدأتم الآن تشعرون أو ينتابكم قلقا أنه السيد السوداني بدأ يبتعد عنكم خطوات، أو أنتم تخلفتم عليه أو عنه بخطوات؟ لا أبدا. محمد الشاع السوداني يحضر اجتماعات الإطار التنسيقي يا أستاذ نجم، يعني ما عدا عما بدأ، الرجل مصغي تماما لرؤى وسياسات قوى الأساسية في الإطار التنسيقي. يعني شنو مصغي؟ شنو مصغي يا سيد أبو ميثاق؟ لماذا لا تقول نحن مصغون له؟ لا يعني الجماعة لا تصغي لشخص، الشخص يعني عليه أدبيا يعني أنه يصغي. هذا رئيس وزراء العراق، كل القيادات الحاضرة يا سيد أبو ميثاق، هذا الشخص رئيس وزراء العراق، مو تلميذ عند الإطار، مو طالب بالإطار. أستاذ نجم، نعم أبو محمد، أستاذ نجم أخوي، أستاذ نجم والآخرين أيضا رؤساء وزارات، منو مو رئيس وزراء؟ ليش المالكي مو رئيس وزراء القاعد بالاجتماع؟ ليش العبادي مو رئيس وزراء؟ أنا ما جايين من القهاوي قاعدين نقعد نصر عليه أو نفرض عليه، لا، هو الرأي بالمشورة، وهو واحد من هذه القيادات، ليس أكثر منهم إمكانية وخبرة، وهذولا خبرة وممارسة وأشاروا عليه. يعني بالمناسبة اليوم هو عدم حضوره، ويعني اعتذاره عن حضور قمة أبو ظبي، هي بمشورة الإطار التنسيقي، قال هذا بريت ماكورك هو جاي لبغداد، ايش عندك رايح لأبو ظبي؟ نفس الإملاءات الأمريكية اللي راح يبلغوها لحكام الخليج راح تجي هنا وتسمع من عنده. لكن هو بأي حال اليوم بريث ماغورك يجي البغداد يا أستاذ نجم، ما سبق يعني آموس آجستن اللي هو مسؤول ملف الطاقة، ظاهر الجماعة جايين يتوسلون لعدم إخراج جنرال إلكتريك من السوق العراقية واللي هي شروط سيمنز الألمانية، يتوسلون ويخطبون ود العراقيين وود محمد الشاع وود حكومة الإطار للبقاء في السوق العراقية. انظر هذا الحجم الهائل للتغيير في العراق، انظر من يهرول إلى أبو ظبي حتى يسمع التوجيهات الأمريكية، وانظر إلى من يسمع من الأمريكان لكن يفرض إرادته ورؤيته لمستقبل العراق. اليوم جنرال إلكتريك من 2003 لليوم ما قدرت في ملف الطاقة أن تخلق كهرباء، لكن سيمنز ممكن أن تخلق الكهرباء، فذاهبين بهذا الاتجاه، ولا قيمة لكل ما يقال عن الضغط الأمريكي والتوجيهات الأمريكية، خلي يروحون ينطون توجيهاتهم لمن يسمعهم أصلا، واللي هي اليوم القمة اللي انعقدت واللي اعتذر عنها محمد الشاع السوداني بنصيحة من قادة الإطار. نعم دكتور.